مرحبا بكم من جديد. توا نص نهار 39 دقيقة، إن شاء الله ربي تكونوا بخير. جمعة مباركة للجميع. شكرا اللي عدلتوا موجتكم على 91.5 95.105.6. احنا ما زلنا متواصلين معاكم حتى الماضي ثلاثة. هاتي سيدي خلينا نمشي المرشيات، خلينا نشوفوا الأسعار توت سويت. كابتي المرشي كما العادة يدخل معنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مرحبا بك. صباح الوقت كل تحية لكم تحية المشاهدين ومستمعين الفرق التاريخ العام للمعادة سنة لكم جيد هركة سعد أيام. شكرا ليك سيدة في إذن. خلينا احنا نسمع في الامبيونس ديجا بتاع المرشيات، هات خلينا نشوف شنو فهم اليوم. اليوم مش نشوف الأسعار اليوم نبدأ بالخضروات ودخل الجيد دينار 600 مع دنوس 700 تكتر الحار 2800 لحلوة 2600 وبطاطا دينار 900 هذه الفعرة من طريق الدولة لكن في السوق نلقاها أغلى. أغلى. الطماطم 2500 بالسيس دينار 600 سناري دينار 300 وسلق 800 بالنسبة للغلال دقلة فراك 3800 تفاح 4500 وقار 2000 برجان تمسون 2800 رومان 2500 برجان مسكي 2000 اللحوم اللحوم الحمراء الحم العلوش المحلي 43 دينار الحم البقري 38 دينار بكري بالعظم 30 دينار بالنسبة للدواج نلقاو دجاج بالطبق 8500 حارة العظم دينار 400 والتكالوب على 16 دينار 16 دينار بالأسناك 3400 والجزائر 16 دينار 800 المرجان ديشا 16 دينار 800 والشوري 8800 ونزلي 10700 نزلي ب 10000. يعطيك الصحة يا سي لطفي، شكرا لك. الله يخليك، نهاية أسبوع طيبة ليك، نهاية أسبوع طيبة لجميع مستمعينا. هذه الأسعار شنو رأيكم يا جماعة في الأسعار؟ ماذا بينا نتفاعلوا مع بعضنا في الفقرة هذه على خطر الحقيقة فما غلاء صحيح، وعلاش الحاجة تبدأ مسعرة وإحنا ناخذوها مش بالسمن مسعر، وعلاش كي تبدأ حتى مسعرة تبدأ ماهيش موجودة في الأسواق التونسية. سيدي ربي جريها على صلاح، هذا اللي نقولوه تويكا شوي آخر باش نرجعوا نحكيوا على آخر الحاجات اللي صايرة واللي ماشية وتزيد الحقيقة برشا برشا، اللي هي كما قلنا ظاهرة التسول اللي ولات وانتشرت في شوارعنا بشكل كبير وكبير جدا. علاش كيفاش وكيفاش نصلحوا زيدا، هذا نحكي فيه بعد شوية.